شو هي توقعات الفلك لمواليد الميزان بشهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2019؟ بدي أقرأ لك الجملة المكتوبة بهالشهر. مؤلم أن يأتيك ما أو من تتمنى متأخرا، وتكون أنت قد تغيرت وتغيرت الأمنيات. نحن ما نضل على حالنا، نتغير. حتى الأشياء اللي كان بدنا إياها بالأول يمكن ما بعود بدنا إياها هلأ. مشان هيك هالتغير بيولد الصراعات مع بعضنا البعض، بالعمل، بالحياة الشخصية، بالحياة العاطفية والزوجية. الناس بتغيروا، في ناس بيروحوا هيك وناس بيروحوا بطريق تاني. بتتبدل الأمور، أو يمكن بدك شيء وعم تتمنى أنه يحصل، بس يحصل بيكون تأخر، بيكون بطل بدك إياه. هيك يمكن يصير معك بهالشهر عزيزي الميزان، يلي بالكواكب بتحثك فيه على إيجاد التسويات لكل المشاكل وعدم زج نفسك بأي ورطة ومحاولة قبول ما يجري بهدوء. يمكن لازم تتفاوض بروح إيجابية لإحداث مصالحة أو معالجة بعض الإشكالات، هالشي يا بحياتك الشخصية يا بحياتك المهنية. يمكن تدافع عن حق بخصك ما تقدر توصل لهالحق، أو يمكن يخص الحق مجموعة من الناس وأنت بتبرع بمرافعة مثلا إذا كنت عم تشتغل بالشأن العام أو إذا كنت محامي أو إذا كنت قاضي، يعني بتتولى قضية معينة وبتكون فيها تقريبا كتير مشهور أو يمكن يتسلط الضوء عليك خلالها، وهالشيء ابتداء من الأسبوع الثاني لأنه بتخوض مجال للدفاع عن بعض المصالح بعد ما يمرق الأسبوع الأول. كوكب مارس ببرجك ابتداء من تاريخ 5 بيعمل معاكسة مع كوكب بلوتون وكوكب ساتورن ببرج الجدي. في ضغوطات، بيولد ضغوطات دايما مارس، بيفقدك الصبر وبيخليك تحس انك مربك غير قادر على الاستقرار. نصيحة الفلك بالتروي ومسايرة الأوضاع والتكيف مع بعض الظروف وعدم إثارة المشاكل أو تحدي الآخرين. تقريبا كل الأبراج عندهم زيت الجو بهالشهر تقريبا، وهالشي يمكن يكون على أثر بعض الأوضاع العامة، لأنه بس يكونوا الأفلاك بهالطريقة بشكل معاكسات، هذا بيعني أنه في كمان أوضاع ضيقة بالأجواء العامة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. يمكن يرفض لك طلب وبتدفع نفقات كتيرة على أثر هالشي. إذا ارتكبت بعض الأخطاء أو المغالطات بتطالب أحد المراجع بحسابات لإلها وبتلاقي حالك كتير مربك أو محرج. حاول أنك تبتعد عن التحالفات والشراكة بهالشهر، لأنه الأجواء بتوحي بغدر أو بشعور بعدم الأمان. يعني ما تعطي ثقة سريعة لبعض الناس وأجل هالشي للشهر المقبل. انتبه لصحتك وسلامتك، سمعتني؟ راقب حرارتك مثلا، ابتعد عن بعض الحوادث المحتملة وعن أماكن الخطر. يمكن يسد توتر ما الطريق قدامك ويحسك ميركور مثلا بالعقرب على إيجاد الحلول على بعض الاعتراضات. يمكن تقدم على عملية شراء أو بيع وتحتاج إلى مشاورة قبل الإقدام على أي خيار. بتنتابك شكوك على الصعيد الشخصي، بتعيش إرباكات كمان، بس بتاخد القرار بالمواجهة وبتذهل الآخرين. بتشارك بمناسبات اجتماعية مميزة وتبدو كمان أنيق بمقاربتك الأمور. بتتحسن أجواءك العاطفية عزيزي الميزان ابتداء من منتصف الشهر. بتتحدث الأفلاك عن زواج سعيد، عن اهتمام الزوج والشريك براحتك وبسعادتك، كأنه في أشياء بتصير أفضل بها الشهر ورعايته ودفاعه حتى عن مصالحك. يمكن تصالح شخص اختلفت معه بالماضي، أو تعاود اللقاء بحبيب كنت تحبه كتير بالأيام 9 الأولى من الشهر، مش بعد هالشي. بس يفوت فينوس ب9 الشهر لبرج العقرب، تتعرض لجو من الغيرة والتملكية وبتعيش أجواء متشنجة رح أعطيك الوقت من 9 ل 15 أكتر شيء. بتكون الأجواء متشنجة. يمكن تخشى على فقدان أحد الأشخاص وتعيش هاجس بيتعلق بحبيب انفصلت عنه، ويمكن ولا هو لقى سعادته بمكان آخر، أو ربما يزعجك أنه يهتم الحبيب بأحد الأشخاص في محيط عمله بتصير تغار.
بتطالبه بتبريرات بتفسيرات، ليه عم تحكي معه، ليش تلفن لك، ليش تلفنت لك، ليش تلفن لك، كل الامور محتمله بهالشهر، انتبه على تليفونك، على الصور، على كل شيء. بعد ما وليد الميزان بيخوضوا لعبه الحب واللقاءات العزبه والمتعدده، بس يمكن اذا كانوا عم بيعيشوا مغامرات بس، احتى العلاقات بتصير جديه وبتتحول الى ارتباط من بعد ما يكون انت ايها الميزان، بعد ما تكون انت مش عم بتفكر بهالامر.